السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ شو أخباركم؟ طبعا نلاحظ في الكابس، راديتر كاب، غطا الراديتر، مرات تحتاج تشتري من الوكالة، لأن المشكلة تكون في الربل. أوكي، الربل يكون مقطع أو في كراك في أي منطقة من مناطق ذيلين. أوكي، هذه الربل أو الربل الداخل، مرات ما يكون في شيء، بس تكون عجزت عن إنك تسوي أي شيء خلاص. فتقول خلنا أجرب شو اسمه غطا الوكالة. أوكي، فلاحظت الفرق يوم غيرت غطا الوكالة، إن غطا الوكالة يكون تايت، يكون في شد، إنه مشدود على الراديتر. أوكي، فالفرق بينه وبين الغطا اللي عندي شيء واحد بس، انه تشوف هذه التابس، هذه وهذه، بس تضغطهم ويكون عندك الغطاء سليم، ما في شيء. تركبه نفس الشيء، يعني ضغطه بدي، اوكي، تضغط تاب شوي بدي على اساس انه يود يرجع نفس الشيء، يعني هذه وغطى الوكالة صار نفس الشيء. ف إذا كان عندك الغطاء سليم، بس دوس على الدلين شوي بالزرقينة للزرادية وللكماشة اللي تبي، دوس عليهم شوي وركب الغطاء مرة ثانية، وتأكد انه ما في شيء، ما في مشكلة، ما في شو اسمه حلي السبرينج او شيء، وانه شغال تمام، امورك تكون طيبة. سلامتكم شباب.